صباح الخير يا متابعين، فتح الفن الصباحي لشركة وينزل بروكر. هيدو مارك وكريم مجدي. اليوم 10 نوفمبر 2020 هنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن الجنيه البريطاني مقابل الدولار الأمريكي. هدنا الجنيه البريطاني مقابل الدولار الأمريكي وانخفاضات طفيفة، وطبعا تماسك الدولار الأمريكي خلال تداولات أمس بعد الانخفاضات العنيفة لأسعار الذهب والارتفاعات الكبيرة. طبعا المؤشر دا جونز على الرغم من الارتفاع شهدت المخاطرة بشكل كبير، ولكن كان الإقبال على امبارح من الذات الأكثر خطورة. دا جونز هي محور اليوم، غياب طبعا كامل البيانات الهامة، ولكن النهاردة هنكون في انتظار بيانات هامة من بريطانيا. معدل الدخل المتضمن للعلاوات الشهر شهر سبتمبر متوقع عليه 1%، والشهر الماضي كان 0%. أيضا معدل التغيير في البطالة لشهر شهر أكتوبر متوقع عليه 50,000، والشهر الماضي كان 28,000. بالإضافة طبعا من الولايات المتحدة الأمريكية، عندنا فرص العمل الجوب لوتس لشهر شهر سبتمبر متوقع عليه 6,500,000 مقارنة بالشهر الماضي اللي كان 6,493,000. دي كانت اهم البيانات واهم الاخبار، ولذلك خلونا ننتقل مع بعض نشوف الشارت وتوقعاتنا ليه على مدار اليوم النهارده. زي ما احنا شايفين طبعا الاداء الايجابي للجنيه البريطاني على مستوى الايام الماضيه بعد فوز بايدن، وبعد يعني بدايه ظهور حتى المؤشرات الاوليه لفوز بايدن، اثر بشكل كبير على الدولار الامريكي، وادى لانخفاض الدولار الامريكي نتيجه اكيد ارتفاع شهيه المخاطره وتوقعات مزيد من تحفيز عن من بايدن. وبالاضافه كمان ان احنا قلنا طالما الانتخابات هتخرج بشكل الى حد ما بدون صراعات كبيره، متوقع ان ده يحصل في الاسواق. اداء ايجابي متوقع مع ايجابيه الاي ام اي، تقاطع متوسطات السعر الاعلى المسافه بينهم، ايجابيه السار، ايجابيه الفلات ترند، ثبات السعر على 31.55، وذلك متوقع استكمال الاداء الايجابي بشرط كسر ال 32 فلات علشان يروح لل 32.50 وراها ال 33 فلات. مره ثانيه كسر ال 32 فلات وراها ال 32.50 وراها ال 33. السيناريو الاخر المعاكس اتحقق بكسر ال 31.15 علشان يروح لل 30.65 واخر نقطة عند ال 30.15. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى لكم اكيد متابعة امن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.